ملي كنجبد مون طابلو ما بانتور اي مي بانسو وقبل ما يديا تعبر على داكشي اللي فيا ما موتيفاسيون كتمشي وبعد الافكار كتجي كنبدا نسول راسي واش هاد الفكره اللي بغيت ندوز هاد لو ديسان اللي بغيت نرسم هاد لي كولور اللي بغيت نسق غادي يعجبو الناس اللي غادي يشوفوا العمل ديالي لا فيديو ديال هاد لا سيمين سميتها لو كوراج دو نو باز اتري مي وكندوي فيها على المخاوف ديالي وكيفاش نظره الاخر كفنانه ليا ما بقاتش كتاثر عليا